المكالمة الأولى من ابن الرب من فرنسا، مش عارف إذا بيفتح. أوكي، أهلا وسهلا ابن الرب، أنت معانا على الهواء. أهلا وسهلا أخ نزار. أهلا بيك حبيبي، تفضل. تسمعني؟ أنا سامعك كويس، أهلا بيك. شكرا. سلام المسيح عليكم. وعليك أيضا، من لهجتك واضح أنك أنت مغربي، بس أنت وين عايش أخوي؟ أنا عايش في فرنسا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أخي. أنا حابب أقوم بمداخلة. تفضل. نعم شكرا. أنا صراحة لم أتابع الحلقة من الأول، لكن فهمت الموضوع من خلال العنوان. تسمعني أخي؟ أنا سامعك. أيوة تفضل أخوي. نعم، الكراهية صراحة هذا الموضوع مهم جدا، وخاصة للعابرين. أنا عابر. أهلا وسهلا بك، ربنا يباركك ويحميك. صراحة عانيت من هذا الموضوع يعني منذ صغاري. ربنا يباركك. دائما يقولون لنا لازم بتكرهوا النصارى واليهود والمشركين والكفار، ويعني امور هكذا تربينا يعني بطريقه الكراهيه. يعني نحن والكراهيه متلازمتين. والان يعني اعاني من الكراهيه لان غيرت ديني، فاصبحوا يعني الكل بيعاديني وبيكرهني. يعني انا يوميا اعيش يعني من استسمح لان تطغى علي اللغه الفرنسيه. انا فاهم عليك يعني. اخوي نعم. ابن الرب يعني انا اعيش الان مشاكل كثيره بسبب تغيير ديني. يعني هم المسلمين بيكرهوا بعض، يعني حتى بينهم يكرهوا بعض باسم السنة والشيعة، ويعني ويكرهون الناس أصلا دائما لأسباب دينية وعرقية. وناهيك عن الأدعية الذي يقومون بها في المساجد على المشركين وعلى الكفار وعلى النصارى وعلى المسيحيين وعلى يعني وعلى اليهود. وانا من خلال عيشي في فرنسا انا ما لقيت عند المسيحيين او اليهود الا كل خير وكل معامله حسنه، وبالعكس من ذلك ما رايت من المسلمين الا كل مشاكل وكل معامله سيئه وكل كراهيه. ويعني هم دائما يعني بيتمنون فقط يعني الحرب واباده العالم واباده من هو غير مسلم بطريقة عامة. يعني حتى أنني صراحة أخي صدقني أنني يعني تأثرت نفسيا كثيرا ولا زلت متأثر. وحتى اليوم أنا مع زوجتي عندي مشكل، يعني مؤخرا حتى أن عائلة زوجتي يعني ضربوني، و يعني بالضرب والشتم والزحف، لأن يحاولون يضغطوا علي عشان أغير ديني من كثرة كراهيتهم لي من الإيمان المسيحي. أيوة أنا صراحة أنا لازلت أتألم حتى الآن. الآن لو أوريك يعني يدي عندي جروح. يعني مش عارف شو بدي أقول لك يا أخوي ابن الرب. يعني أنا عارف اللي بصير معك وحاسس معك، ومثل ما رح نشوف في العلاج للكراهية إنه صلي لأجل الذين يسيئون إليك وتحبهن واغفر لهم، ودايما خليك نور وشهادة حقيقية. وإحنا برضو إحنا معاك ومنصلي من أجلك، إحنا مشتركينك، إحنا منصلي من أجلك. الرب يحميك، الرب يحميك. آمين. والرب يباركك. وأنا بشكرك من أجل على شجاعتك بصراحة إنك اتصلت فينا، ورغم إنك أنت يعني مؤمن حديث، مع كل هذا بتواجه الاعتداء والضرب ومع كل هذا متمسك بإيمانك، وإنت مثل للكثير من الناس. إنت في محبتنا وصلواتنا حبيبي ابن الرب. ربنا يباركك، ربنا يباركك. وشكرا على المداخلة. شكرا على المداخلة.